في حالة طبية نادرة تحول الطفل رامش دارجي إلى ما يشبه التمثال الحجري، فبعد 15 يوما فقط من ولادة الطفل لاحظت الأم أن جلد طفلها بدأ يتحول إلى مادة أشبه بالحجارة. والآن الطفل رامش دارجي يبلغ من العمر 11 عاما وما زال يعاني من مرض جلدي نادر يسمى إكثيوسيس، يتسبب في تقشير جلد الطفل ويحل محله قشور سوداء سميكة تمنعه من المشي وحتى من الحديث. وكلما نمى الطفل وصار أكبر سنا تزداد حالته سوءا، فعندما كان بعمر 5 كان يشتكي لوالديه من آلام مبرحة في جميع أنحاء جسده، ولم يستطع الأطباء في قريته البسيطة في نيبال إيجاد علاج لحالته الغريبة التي لم يستطع الأطباء تفسيرها. فكل ما قاله أطباء القرية أن ما يعانيه الطفل هو مجرد عدوى فطرية ولا يمكنهم مساعدته. ويعاني الصبي المسكين من الوحدة وابتعاد الأطفال عنه بسبب خوفهم من حالته. وكشف والد الطفل أنه يكسب فقط ما يعادل 44 يورو شهريا من خلال عمله كعامل بسيط، مضيفا أنها ليست كافية لتغطية تكاليف العلاج التي علموا أنها باهظة ولا تتوفر إلا في المستشفيات الكبيرة. المغنية البريطانية الشهيرة جون ستون زفت خبرا سارا لأسرة الطفل، حيث جمعت الأموال لعلاج الصبي بعد أن شاهدت مقطع فيديو نشره المغني النيبالي سانجاي كريستا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دعوة لمساعدة الطفل. وحاليا رامش يتلقى العلاج في كلية كاتمادو الطبية، حيث كان على الأطباء في البداية إزالة القشرة الصلبة عن جسده، وهذا يكون مؤلما للغاية. وخلال أسبوعين كان عليهم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية لمنع تعرضه للعدوى، وكذلك بعض مرطبات البشرة وإزالة الجلد الميت. وبالفعل بدأ الطفل في التحسن، ويحاول الأطباء جعل حياته أسهل حتى يتخطى محنته ويستطيع العيش بصورة طبيعية. Thank you.